قرب دقلك تعال. شو؟ شرف. هاي أحلى قاعدة هون بتلاقيها بحياتك. اها لا حلوة هاي راس حلوة وقاعدة حلوة. ايه؟ ليك تعال نقول لهم يظبطوا لنا قاعدة هون. يلا بتقعد هونيك؟ ايه هيك تحت بين الخضار. لحظة لحظة لحظة. شو؟ لا 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 شو في؟ ليك خلينا نبعد خلينا نقعد هون. لا لا بنقعد هون. لا لا بشرفك بشرفك. ليه ليه؟ ما بدي أقعد حدا هيدا هونيك. هذا الشاب. لا بتعرفه مين هذا؟ ما يا أخي ما بعرفه بس هيدا ايه؟ هيدا مرة قاعد أنا على رواق وعم بقرا الجريدة. ايه؟ لحظة 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 هد 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 شو اجيت؟ ايه؟ ايه؟ لا معقول؟ ايه؟ طيب يلا اقعد اقعد هون بس خلينا ابعاد عنه. طيب بكون شي مرة هيك حياتنا متر في شي متر؟ معقول؟ هو بيعرفك هو؟ ما عم صدق. لا انت ما انا ما عم صدق. مش معقول يا زلمه وينك عم عم تغيبي كل الغيبه ولا الثانيه؟ عم ضل مسافره عم ضل مسافره. شو بدك؟ لا قول له عباس. لا قول له عباس. طب مش معقول يا زلمه عم توصل لهون وتروح يا خي انت بك شيء اكيد. روح شوف حكيم يا خي كل الوقت بتضل مقرب. حشتي ليه شوف حكيم انت كمان حساسيه رولا ما في ما بتاثر ما بتعدي ولا فيها شيء. حساسيه حساسيه كل مره من هالوقت هيك بصير فيي كل سنه بهالوقت هيك بصير فيي. معك حق في كثير عالم بيعملوا الرجيع على هذا الطقس بيكون كمان الربيع عم بزهر اذا يي 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 عباس عباس شوف شو عم بقلبك عم حط ايدك على تمك على قليله لك شو حط ايدك على تمك ما في يعطس الواحد ولو ايش غسلنا غسيل ها؟ ها؟ ايش؟ لهونيك!